كابتن علاء، اكيد شفت الجايزه اللي حصل عليها النادي الاهلي امبارح، وفخر لكل مصري مش كل اهلاوي. ده اكيد طبعا، يعني مبروك مبدئيا، جايزه وتكريم للنادي الاهلي، تكريم جديد وجايزه جديده واحتفال جديد زي نهايه السنه كده. الحمد لله كلها احتفالات وكلها بطولات، وكانت نهايه ممتازه لسنه سيئه جدا بالنسبه للعالم كله، لكن لجمهور النادي الاهلي ومجزره النادي الاهلي وكل محبي النادي الاهلي، لا انتهى سنه جيده جدا. الف 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 مبروك على الجائزه. مبروك يا محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، هو كان مستلمها طبعا، وطبعا دي فخر كل اهلاوي ايما في كل العالم طبعا، النادي الاهلي جماهيره في كل العالم، وحاجه تدعو للفخر ان الفريق، نتكلم بعيد عن الاهلي وجماهيره، فخر لكل مصري ان النادي المصري يتوج بالجائزه الكبيره دي بغض النظر عن انتماءات اي حد موجود. فالف الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس ادارته وتحميد الخطيب وجماهير النادي الاهلي طبعا، واللعيبه اكيد، وكل اهلاوي موجود في منظومه الاهلاويه الكبيره.